جمعية السلم وباسم الأهداف التي سطرتها وسطرها الأعضاء وهي خدمة الإبداع، أرحب بكم في هذا اليوم وفي حضرة المجموعة القصصية للدكتور بوشايب المسعودي شذرات من حياتي، وأرحب بالأستاذ والمبدع والناقد محمد مرزاق، مرحبا بك. أعتذر عن حضور أستاذ عبد الملك مراس، لا نعرف ما وقع. أرحب بجميع الأسماء الحاضرة التي تكبدت عناء السفر من أجل الكلمة الصادقة. أقول شكرا للمبدعة سعاد الوليدي والأستاذة سناء الدريسي على دعمهم المتواصل لإسم مليكة جباري وللجمعية، والجواد التي تلبسها شطحاتنا بل قد تهدينا سنابل من الدلالات التي راكمتها ذاكرة المبدع عبر مراحل الرصد والملاحظة والتأمل. ومن هنا أقول أن اللغة ليست صرف ونحو وبلاغ، وإنما منطق ومعاني وما تحمل من أفكار إنسانية. هكذا تحدث أبو سعيد الصرافي عندما قال: لبناء نموذج معرفي أصر على أن تبقى الإحساسات ظلال العقول تحكيها بالتقريب والتبعيد مع الشبه المحفوظ والمماثلة الظاهرة. وبهذه المناسبة يشرفنا المبدع والناقد محمد محقق، وليتدخل ليعكس موضوعي.